ويقول لي اذا كان الف جوه جيم ودال كميات متناسبه، ما لقتش بقى تناسب متسلسل ولا حاجه، يبقى انا هقول له يبقى الف على ب تساوي جيم على دال تساوي ميم. طبيعي جدا، مش هقول بقى الف على ب وب على جيم وجيم على دال ب، لا، الف على ب تساوي جيم على دال، طبيعي جدا. وهبدا من اخر واحده، يبقى الجيم بتساوي دال ميم، الالف بتساوي ب ميم. طيب هنبتدي بقى ايه، نعوض في الطرف الايمن، ده الأيمن، أ على ب ناقص أ، معوض الألف بكام؟ ب ب، الب مش موجود، ملوش أصلا، يبقى ب زي ما هو، ناقص الألف اللي هي بكام؟ ما أنت اللي عندك لهم اللي هم مين؟ اللي هم الجيم والألف هم اللي لهم، الب ملوش. طيب الألف بكام؟ الألف ب ب ميم، يبقى كده هتبقى ب ميم على ناخد بيها عامل مشترك، يتفضل واحد ناقص ميم. طب هتلاحظ ال ب طارت مع ال ب، وانت عامل كده اصلا ميم على واحد ناقص ميم، ده انت عامله صح. طب الايسر، الطرف الايسر هنعمل فيه ايه؟ اهو جيم على د ناقص ج، هنعوض برضه الجيم اصلا بدال ميم. طب الدال ملهاش، يعني طالما مش موجوده في جيم والف دول، يعني مش تبع، يعني جيم والف هم اللي لهم بس تعويض، يبقى جيم بدال ميم اهو. طب خد ادي ده الميم، خد ده العامل المشترك، هتفضل ايه؟ طبعا هنا واحد بيتقسم عليه ودي بتتقسم عليه، واحد ناقص ميم اهو، الدال هتتكنسل مع الدال، تفضل ميم على واحد ناقص ميم، بس طلع الطرفان ايه؟ اقول الطرفان متساويان. يعني مش لازم تطلع الاجابه مين، مش في ناس بتقول لازم الاجابه تطلع مين، لا، ممكن تطلع حاجه غريبه زي كده، مين على واحد ناقص مين وحاجات زي كده، ساعات بتطلع مين على مين تربيع زائد واحد، يعني المعلومات هو مين هام اهو عشان اكتب ما تلخبطناش. اذا قال لي اذا كان الف وب والجيم وديل في تناسب او كميات متناسبه، هو كده ما قالش تناسب متسلسل، أو انا قايل له ايه؟ اقول له اه، يبقى الف على ب يساوي ج على د، كل اتنين مع بعض، الف على ب يساوي ج على د، وهو قايل له تحتها ايه بقى؟ واقول له يساوي مين هذا؟ اخد له الجيم واخد له الالف، الجيم هيبقى اللي تحته في ميم على طول، ده الميم كل واحد مع نفسه، والالف هيبقى اللي تحته في ميم، ميم. ولكن لو قال لي ايه بقى؟ لو قال لي نفس البتاع بس قال في تناسب، ده كلمة متسلسل بس، إذا كان أ و ب و ج و د في تناسب متسلسل، طالما قال كده بقى تناسب متسلسل كده، يبقى مش هتبقى بقى الألف مع ال ب والج مع ال د، لا، ده سلسلة أ مع ب، ب مع ج، ج على د، هطلع حتى تلات نسب، يبقى أ على ب يساوي ب على ج يساوي ج على د يساوي مين؟ شفت لو كام نسبة؟ دول كانوا اتنين ومين؟ دول تلاتة ومين؟ وفي الحالة دي كلهم بيشتغل على آخر واحدة. الحالة دي كلهم بيشتغل على آخر واحدة، مش كل واحد مع نفسه بقى، لا، يعني ج بناخدها برضه من ورا لقدام، نبدأ بالج يبقى ده الميم، نيجي على الب يبقى ده الميم برضه بس تربيع، نيجي على الألف يبقى ده الميم برضه بس تكعيب. الوحيدة بقى اللي كده كده بتمشي متسلسل إذا قال لي ثلاث كميات. يعني إذا قال لي إذا كان، إذا كان لما يكونوا ثلاثة أ و ب و ج في تناسب، أو قال لي ب وسط متناسب بين أ و ج، أو قال في تناسب متسلسل، كلهم زي بعض، كلهم هيبقوا متسلسل، كلهم متسلسل، ما ينفعش معاها غير كده، اصلك هتقول أ على ب بتناسب، هتقول أ على ب، طب وتقول ج على مين؟ مفيش، فقال لك لازم في الحالة دي كلهم متسلسل، يعني يبقى أ على ب تساوي ب على ج تساوي مين؟ وهتاخدها برضو من الآخر، الب بتساوي ج مين؟ هتبقى ثابتة بقى مفيش تغيير، زي دي كده. يعني هتتعامل دي بثلاث كميات، تتعاملوا كده كده
التناسب، التناسب متسلسل، الوسط متناسب، اي حاجه يقول عليهم هيتعاملوا ان هم تناسب متسلسل، ما لهمش غير كده. يبقى الباء هتبقى جيم ميم، والالف برضه هتبقى جيم ميم تربيع. يبقى انت مش هتشوف موضوع التربيع ده الا لو قال لك كلمه متسلسل، او لو جاب لك ثلاث كميات. لكن التناسب بس، كميات متناسبه بس، لا. يبقى ايه؟ كل واحد مع نفسه، المختلفين حتى الجيم ده الميم والالف بده ميم. ما هي اللخبطه في كده، ان كل الناس فاكره ايه؟ ان كل المسائل هتمشي كده، ده الميم تربيع وده الميم. طبعا دول متشابهين، دول مش متشابهين خالص، ده الميم وده بيه ميم، ده الميم وده